قلعة كالمار في السويد. تقع قلعة كالمار في مقاطعة سمولاند السويدية، وتعد من أفضل قلاع عصر النهضة وواحدة من أجمل القلاع التاريخية في العالم. يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، وتعد شاهداً على كثير من الأحداث التاريخية المهمة في البلاد. تحتوي القلعة على أبراج مراقبة وحصن دفاعي كبير، كما تعرض مجموعة متنوعة من المعروضات التي تروي تاريخ القلعة. تنظم فيها مجموعة من المعارض المؤقتة، كما تحتوي بداخلها على شاشات تفاعلية تقدم نحو 400 نص وحكاية بلغات متعددة. تحظى قلعة كالمار بإقبال السياح الذين يأتون إليها للاستمتاع بمناظرها التاريخية وتمازج الماء واليابسة فيها، والذي يجعلها تبدو وكأنها جزيرة عائمة. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.